سيد حذيفة مزيان، بالنسبة لمن يسمع أن الدولة دخلت في الميزانية أموالا طائلة، الدولة قدمت دعما ماليا للشركات، أليس هذه الإجراءات يعني من يزيد في ذهنية البعض على أنه والله الدولة قادرة أنها تحل لنا مشكلنا ونزيد في هذا اللامسؤولية والاستهتار؟ طبعا 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 هاد الاخبار هذه وهاد القرارات في الحقيقه يعني كاين بعض الناس اللي كيستوعبها من طريقه مغلوطه، ولكن ماشي المشكل ماشي انا اعتقد ان السياسه اللي كيتبعها المغرب الدوله المغربيه، واكيد ضخ اللي قال جلاله الملك اللي اخذ قرار انه يضخ 12 مليار ديال الدولار، وهذا طبيعي لانه جميع الدول حتى في المجتمع الاوروبي راه ضخوا ما يناهز 700 مليار باش العجله الاقتصاديه. ولكن له تكلفه دكتور، له تكلفه. لا 12 مليار معناه مزيد من الديون، معناه مزيد من يعني الركود. اكيد، ولكن مكره اخاك لا بطل، لان المشكل ان الازمه واخا نبغيو حنا نخرجوا من الازمه بوحدنا، الازمه عالميه، لانها اول مره المغرب كيعرف ازمه ماشي ديال غير الاستيراد يعني الصادرات، حتى الواردات يعني حتى الاسواق الخارجيه مسدوده، يعني سي اون دوبل كريز، ماشي اون كريز غير ناسيونال انترن داخليه، الازمه دوليه. وبالتالي قررت عده دول، في الدول الامريكيه، الدول الاوروبيه، غير اخيرا في الاجتماع ديال لا كوميونيتي اوروبيان 700 مليار اللي غادي ستضخ. طبعا ماشي خرجت يعني غادي تخرج على مدى 3 سنوات، ولكن بواحد البرنامج، واحد الاجندا، واحد ديدلاين لمساعده المقاولات باش ما يكونش هناك افلاس. ولكن باراليلمون يعني بموازاه هذا، هناك سياسات تعبئه ديال المجتمع ونقاش طويل جدا حنا كنسمعوه في القنوات الاسبانيه الفرنسيه حول واش نديروا الماسك واش ما نديروش، واش نديروا في باريس مثلا عملته في بعض الاحياء ماشي كل الاحياء. انا هادشي كنقول انا يمكن وكان في عنف يعني كان في عنف يعني حتى المواطن الفرنسي مع بعضهم لمن لا يضع الكمامه كان يتعرض للعنف، العنف ولكن من طرف المواطنين، يعني المواطن هناك يعني يقوم بدور مراقب، لان ما يمكنش نتكلوا غير على المخزني وعلى رجل الامن، خص كل مواطن يكون اللي هو واعي بهذه المساله وبالخطوره ديالو كي ينبه الاخر طبعا بلا باقه. صحيح. شوف اذا كل واحد ينبه واحد راه غادي نعملوا واحد القفزه نوعيه كبير. انا كنلاحظ انه منذ الخطاب هذه يعني ثلاث ايام على مستوى عده مدن، كانت مثلا الجهه ديال طنجه تطوان، احنا شفنا انه كاين هناك واحد المسلسل تراجعي، ما بقاش غير نهار ولكن هناك مسلسل. علاش؟ معنى ان يعني جلاله الملك والخطاب ديالو الذي كان هو خطاب رب بيت، ماشي خطاب ديال باش يخلع عباد الله، لا، يعني رب بيت اللي كيخاف على المجتمع، على وطنه، على اسره المغرب، اللي يعني يمكن الناس وعات، ماشي كل شيء، ولكن اذا وعوا غير 20% اليوم و10% غدا بدور الاحزاب و3% ولا 5% بدور الجمعيات، وهلم جر والعائله، ولا ننسى العائله، ولا ننسى ايضا القيمه التي يحظى بها مكانه الملك في البلاد، يعني كلامه مسموع كيف ما كنقولوا، وسيحظى بالكثير والكثير جدا ان لم اقل الانصياع.